مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. يمكن شفتوا عنوان هذا الفيديو، فاذا انت مش مهتم بالهجره لكندا وبتتوقع انه انت بتعرف في المواضيع كتير، ما تشاهد هذا الفيديو، لانه هذا عن موضوع ثلاث حالات صارت مع ناس بعرفهم، نصب انتصب عليهم بسبب الهجرة وبسبب طبعا ضعف المعلومات عندهم. فبس تثقيفي هذا الفيديو. في بداية الفيديو هذا بدي اعمل ديسكليمر مهم، وهذا دائما بحكي انا في الفيديوهات، يا جماعة انا مش مستشار هجرة قانوني. اللي بحكي لكم اياه قصص، بحكي لكم من خبر، من معلومات بشوفها على الموقع الحكومي، فما حد يستشيرني، ما بقدر اعطيكم استشاره قانونيه، انا مش مرخص وممنوع اعطيكم استشاره قانونيه، بقدر احكي لكم اياه جنرال ايديز فقط. فاذا واضح الموضوع عندكم ان شاء الله تستفيدوا، لانه بوصلني كثير، انا بدكم بحكي لي قصته، يا جماعه ما بعرف، يعني انا ما بدي اكذب عليكم وما بدي انصب عليكم، انا زلمه ستريت اهيد، ما بدي اضحك على حدا ولا حدا. اللي موجود في مستشارين هجره مرخصين، ممكن تستشيرهم، ممكن توصل لهم بكل طريقه سهله، تدخل على المواقع، اقرا، استفيد، شوف ناس اشتغلت مع ناس مستشارين مضمونين، خذ رقمه وافحص موضوعه في ال سموهم IRCC I think، المهم هدول تبعون الهجرة، وعملنا فيديو عن هذا الموضوع. خلينا نبدأ في القصص النصب اللي صارت. القصة الأولى صارت مع أحد الطلاب، طالب من الأردن، طبعا بده يدرس، فأحد الشروط للدراسة أنه يحصل على اختبار الآيلتس. وجد عن طريق الإنترنت أنه في ناس بتقدر تعمل له آيلتس 100% ومرخص من قبل وزارة الهجرة، وما عنده أي مشاكل، ومن البريتش كونسل. فالزلمة راح فعلهم 1000 دينار أردني، أعطوه ورقة بسط عليها وأعطوه قبول، جابوا له قبول، دفعوه كمان مبلغ، ما بعرف قديش المبلغ، بس على الآيلتس دفعوا 1000 دينار. لما جاب القبول، اجى بالقبول واخذ الفيزا على كندا. بس وصل الجامعة، الجامعة قالت له القبول هذا مش عندنا، بس مش مشكلة، ما دامك انت وصلت هون ومعك فيزا، وين جايب هذا القبول؟ قال لهم واحد انا دفعت له مصاري وجاب لي اياه في الاردن. قال لهم اوكي. واو، شوفوا يا جماعة، هذه البنت اللي حكيت لكم عنها مرة، بتدور في الحي وبترسم رسمات وبتحطها للناس على بيوتها. anyway نرجع، قالوا له هات اختبار الايلتس، اعطاهم اختبار الايلتس. طبعا يا جماعه هدول البريتش كونسل من الشركات العريقه، مش يوم يومين. المهم عملوا سيرتش فاكتشفوا انه ما في هذا الرقم، والرقم هذا او الرقم هذا لواحد ثاني وريفر. قالوا له هذا الايلتس مضروب، واتهموه بعمليه الفرود. الفرود في كندا جريمه كبيره، اللي هي عمليه النصب والاحتيال. فقرروا طبعا انه سلموه للسلطات، السلطات دايركت رحلوه، طبعا سجنوا ما سجن ما حيسجنوه، لانه مش فاضيين يسجنوا كل واحد، خاصه انه مش كنديان ناشوناليتي، لو انه كندي بتبهدل. وروحوا، فاتصل فيي بحكي لي قصته، قلت له لا حول ولا خلص. طبعا منعوه انه يقدم لاي جامعه من الجامعات اللي تابعة للبريتش كونسل، لأنه اسمه خلاص صار موجود. هاي شوفوا كمان حاطين واحدة هون، نايس. قصة تانية بدي أحكي لكم إياها، قصة صديق أصلا من دولة فيها حرب، بديش أحكي الدولة عشان ماها، من أحد الدول العربية اللي فيها حرب. فاتصل في قال لي أنا بدي أقدم لجوء على كندا. قلت له موضوع اللجوء موضوع شوي معقد، لكن بما انه دولتك فيها حرب عندك طريقتين، يا اما عن طريق الامم المتحده
تجيب ورقة أنك لاجئ، أو عن طريق لما تدخل كندا تجيب فيزا تدخل كندا، وبعد ما تدخل كندا تقدم لجوء تحكي قصتك وهم أصحاب القرار في الموضوع. قال لي لا لا، في طريقة ثانية، في واحد أنا بعطيه فلوس مبلغ 30,000 دولار، بحطهم في شغلة اسمها Trust Fund. Trust Fund تابعوني لآخر الفيديو حكي لكم قصة هاي البنت اللي ما حضر الفيديو السابق أو أحد الفيديو. المهم Trust Fund هذا بحطوه في حسابك، بتدفع لهم كمان 10,000 دولار، بيبدو لك في إجراءات اللجوء وما اللجوء هم قانونيا، وبعدين بس تدخل كندا هم برجعوا لك 30,000. قلت له ما في إشي زي هيك، ما عمري سمعت بشغلة زي هيك. في شغلة اللي هو جروب اوف فايف، وهذا غير قانوني انك انت اللي تدفع الفلوس، مفروض هم يجمعوا الفلوس والموضوع بيختلف. قال لي لا لا مش جروب اوف فايف، هذا عن طريق الحكومة وسبونسر على الحكومة. قلت له ما بعرف. المهم بعد فترة اتصل فيا قال لي بالله تشيك لي على هذه الشركة. طبعا لما انا دخلت على جوجل ماب دخلت الحي سكني، قلت له شوف المحل اللي انت بتحكي فيه مش بعيد عني، يعني بالصدفة بنفس المدينة فممكن اروح ازوره، بس مبين عليه حي سكني. قال لي روح جرب. فروحت دقيت على الباب سألتهم هل هذا؟ قال لي لا هذا بيت، هذا طلع بيت. لما اتصلت فيه فجأة اتصل في الجماعة، طلع الموضوع كله عملية نصب. قالوا له اوكي حنرجع لك فلوسك، رجع ما رجع، قعدوا 3 أشهر وما رجعوا له إشي. آخر إشي الزلمة هذا غير تلفونه واختفى. هاي النصب الثاني. عملية النصب الثالثة اللي صارت مع واحد بعرفه اللي هي عملية العمل برضو عن طريق الـ أحد المكاتب والفيسبوك. طبعا عن طريق أحد الفيسبوك بوست لقى مكتب في الأردن إنه في كندا بطلبوا مش عارف 20,000 وظيفة عمالة، بأمنون لك سكن وطيران وشرب ومية وبنزين ومش عارف إيش من هالحكي. جماعة بس بدي أحكي لكم سريعا إنه كندا والعمل في كندا نظامها يختلف عن دول الخليج العربي. مزبوط في دول الخليج بأمنون لك هاي الشغلات، هذا من ضمن الباكج من بعض الباكجات، لكن في كندا يعني في بعض الباكجز بس مش معروفة بهاي الطريقة، يعني مش جنرال بهاي الطريقة. الباكيجز بتختلف اختلاف كلي، ويمكن اذا نيغوشيشن بتعمل يمكن يعطوك اشي زي هيك، بس بشكل عام لا. المهم قلت له يا جماعه، قلت له ما توقع في من الحكي. قال لي لا المكتب مضمون 100% وفي ناس طالعين عن طريق. راح قالوا له بس تدفع لنا 500 دولار، والباقي كله هو الموظف هو اللي بيسوي لك اياه. الراتب 4,000 دولار which is not bad يعني في كندا 4,000 دولار الراتب، بس بيأمنوا لك سكن وهذا كويس، بأمنوا لك اكل، فانت الراتب هذا ممتاز يعني اذا امنوا لك سكن، لانه السكن هو اغلى شيء في كندا. امنوا لك سكن، امنوا لك وتذكر الطيران رايح جاي، والعقد سنوي يجدد سنوي. فا اتس المهم مشي معهم. بعدين قالوا له سوري، قالوا له لازم تعمل لنا شويه اوراق تصدقها وما تصدقها، فاذا بدك احنا بنسوي لك اياها وترجمه وما ترجمه. دفعوه كمان 300 دينار سووا له يعني. بعدين اجوا قالوا له يلا هلا رسوم الفيزا، رسوم الفيزا دفعوه كمان 500 دينار. بعدين قالوا له بتعرف احنا في شغله لازم نسويها، الكوفيد والهيلث تيست والكوفيد تيست هذول لازم يصيروا، فالموضوع شويه بده شويه فلوس، فبدهم هذول 1,000 دينار. اعطاهم 1,000 دينار، المهم مجمعا جمعوا له 2,500 تقريبا دينار اردني، يعني بتحكي عن 5,000 دولار كندي. قالوا له خلص كل امورك تمام، كل اوراقك تمام، اعطينا الجواز عشان اقدم لك على الفيزا. فراح اعطاهم الجواز. بعد شهر اتصلوا فيه قالوا له الفيزا رفضت من السفاره، حاطين له ختم على الجواز. فاتصل فيه واحد كان في كندا قال لي ها
هذا صديقه اتصل فيه وعدنا نحكي يعني الكونفرزيشن، حكى لي القصه، قلت له doesn't seem to be true، يعني مبين القصه هاي فيها نصبه وفيها ضحك على الناس. ف هم حكوا له في البدايه انهم عندهم ايجنت في كندا، اتصلت في هذا الايجنت، الايجنت هذا يا جماعه طلع رقم رقم الشركات هاي اللي فيها كل شيء، يعني بتتصل فيهم اي شيء بدك، بقول لك مين بدك، بتقول لهم مثلا بدي فلان فلاني او شركه الاميجريشن، بقول لك انتظر بحولوك على واحد بحكي معك انه انا عندنا كلها شركات مصر. المهم قلت له هذا التلفون شكله مش صح، هذا اللي انا متوقعه. اتصلت فيهم ثلاث مرات، عملت حالي بدي ثلاث شغلات، والثلاث شغلات يحولوني على نفس الشخص، يعني مرة حكيت ريال ستيت، مرة حكيت بدي مورجج، ومرة حكيت اني بدي ميجريشن. المهم فانتصب عليه. ليش بحكي لكم انا هاي القصص؟ لانه بدي اياكم تنتبهوا ما ينتصب عليكم. كل الهدف من هذا الموضوع انه تكونوا انتوا بامان وما ينتصب عليكم يا جماعة. موضوع النصب هلأ صار كثير كثير كثير، خاصة عن طريق السوشيال ميديا، بس المشكلة وين؟ انه احنا بنسهل على النصاب ينصب علينا. فإذا احنا منتبهين، احنا عارفين شو بنسوي. سألني كيف بدي اطلع اميجريشن، بقول لك في حل من اثنين، يا اما انت تكون جدع وتتعلم وتعرف كيف تدخل على موقع الهجرة الرسمي، او الشغلة الثانية انك تروح تلاقي واحد تبع هجرة مرخص، مستشار هجرة ابن حلال، تدخل عن تقدم عن طريقه. تقعد تسألي على الفيسبوك ومن هالحكي، ما حدا يا جماعة. الموضوع كتير معقد، مش سهل جد، مش سهل، مش موضوع والله انا بس تعبي ابليكيشن، موضوع فيه وراء كتير. فيا اما انت تكون تشتغل على حالك وتكون لغتك الإنجليزية كويسة وتقدر تدخل على الموقع وتعبي الوراء، هي تعباية فايلات بس، وتشوف شو اللي مطلوب وشو اللي مش مطلوب، أو إنك تستشير مستشار هجرة. أما فيش طريقة تقول لي فيسبوك واحد تعرفت عليه ومش عارف إيش، انتبه من النصابين. أحكي لكم قصة هاي الأحجار سريعا. في بنت عندنا في الحي يعني عمرها 16-15 سنة، بتجيب هاي الحجار، في هون جنبنا احنا نهر، بتروح على النهر هاي بتجيب كل يوم 4-5 حجار وبتلونهم وبترسمهم وبتحطهم هيك على جنب الشجر في الأماكن اللي بيمشوا فيها الناس، قدام بيوت الناس، قدام البوست أوفيس. فمرة شفتها وهي بتحطهم، فبسألها ليش انت بتسوي هيك؟ بتقول لي أنا هدفي إني أرسم البسمة على وجوه أبناء الحي تبعي، زي ما أنتوا شايفين هون حاطة كلمة جوي، السعادة أو الانبساط. فقلت لها طيب والله هذه فكرة رائعة، يعني أنت لحالك بتسويها؟ قالت لي نعم أنا بحالي بسويها وما بدي حدا يعرف عني، أنا بحطها للناس عشان تنبسط وتكون سعيدة وتغير جو هيك لما تشوف هذا الحجر، ابتسامة على وجههم، بتجيني زي charity حكت إياها، يعني هي باللغة العربية صدقة. فسبحان الله العظيم ذكرني هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. انظروا يا جماعة، يعني يمكن طلع هون رسمي زي حرف الجي، يعني يمكن مش إشي كتير اللي بتسوي البنت هاي، بس أنا بتوقع إنه إشي عظيم. طلع هون هابي، شايفينها. بشكل عام هذا الفيديو كان السريع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. مرة تانية بحكي انا مش مستشار هجرة، اللي بتواصلوا معي انا دائما الاولى بحكي لهم اياها، انا مش مستشار هجرة، فاعذروني ما حقدر اجاوب على اسئلة الهجرة تبعتكم. سلام، يعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.